بنطالب الراجل ده اللي حاطط صورته بكل الميادين، اذا جه رئيس اذا جه رئيس احنا بنطالبه بعوده المفصولين على مستوى مصر، لان مصر كلها اصبحت مفصوله، جميع عمال مصر مفصولين، مصر اصبحت قطاع خاص لرجال اعمال فاسدين قفلوا المصانع. اذا ما كنتوش قادرين ترجعونا احنا بنطالب الرئيس المنتظر اللي صورته متعلقه في كل الميادين، والراجل كده كده جاي، احنا مش معترضين على حاجه، اي رئيس هيجي يمسك البلد بنطالبه بعوده المفصولين الى مصانعهم. المصانع ليست مصانع رجال اعمال، وانما مصانع الشعب المصري ومصانع العمال المصريين. اذا ما كنتوش قادرين ترجعوا العمال فرجعوا المصانع للتأميم، أمموا جميع المصانع في مصر، أمموا مصر، مصر كلها أصبحت متباعة الآن، مصر مباعة لرجال الأعمال الفاسدين. فإحنا بنطالب الحكومة وأي حكومة متواطئة على الشعب وعلى العمال بالكف عن المفصولين. المفصولين الآن أولادهم في الشوارع، المفصولين الآن أولادهم لا يتعلمون، المفصولون الآن أولادهم مرضى وجوعى. عايزين حياة كريمة لهذا المفصول، إن المفصول في مصر الآن أصبح قنبلة موقوتة. انتظر المفصولين في أي مكان، انتظر العامل المفصول في أي موقع، سوف يتفجر العامل المسؤول عشان بيدافع عن رزق عياله. المفصول لا حول له ولا قوة الآن، لا يستطيع أن يطعم أولاده، لا يستطيع أن يربي أولاده، لا يستطيع أن يعلم أولاده. أولادنا إحنا كمفصولين، أولادنا في الشوارع، حتى العمال اللي شغالة في الحكومة والقطاع العام مثل المفصولين، هم شبه بعض. ده مش عارف يأكل عياله ولا ده عارف يأكل عياله، وإنما أصبحنا خدم لرجال أعمال من كل مكان جاءوا إلى مصر وجعلوا الشعب المصري خدام عندهم. إحنا بنطالب الرئيس المنتظر اللي صورته محطوطة في كل الميادين، هو ناجح ناجح، احنا مش معترضين، احنا اصبحنا شعب طيب، شعب منبطح. نحن الان شعب منبطح، بما ان احنا منبطحين فبنطالب الناس اولياء الامور علينا ان هم ياكلوا اولادنا. اولادنا في الشوارع الان، اولادنا 3 مليون طفل شوارع، عندنا 3 مليون طفل شوارع. لصالح مين؟ ان دولة زي مصر يبقى عندها 3 مليون طفل شوارع. 3 مليون دول يعني 3 دول. الكويت عدد سكانها ما يكملش 1 مليون. الكويت والامارات وابو ظبي الاماكن دي، احنا عندنا 3 مليون طفل شوارع. هؤلاء الاطفال لصالح مين يشردون؟ يشردون اطفالنا، اطفال الشوارع، هم اطفال الشعب المصري، هم أطفال المفصولين. المفصولين لا يستطيعون إطعام أولادهم، المفصول لا يستطيع الجلوس في بيته ومع أولاده لأنه لا يعيش عيشة كريمة، المفصول لا يستطيع العيش في هذا البلد. احنا اصحاب، هو ده اللي ماشي دلوقتي، ورجال الاعمال هم اللي مسيطرين على البلد، والفقراء يتسولون في الشوارع، وانا عشان اكل لحمه الان، عشان اكل لحمه منتظر رمضان عشان اقعد على مائده الرحمن واخد ولادي واقعد على المائده، عشان اكل لحمه انا منتظر شهر رمضان عشان اخد ولادي واقعد على مائده الرحمن. ولا يا حياه لمن تنادي، حكومه فاسده ورؤساء كلهم فاسدين لأنهم لم ينظروا إلى حال الشعب الفقير. وإحنا مش منتظرين من أي رئيس حاجة غير انحطاط الفقراء وتدني مستواهم المعيشي وفقرهم وأولادهم. زي ما أنتم شايفين ولادنا، عندنا 3 مليون طفل في الشوارع، 3 مليون طفل يتسول تحت الكباري. حاربوا بقى دولة الأطفال دي.